alors كاين تحب sorry alors كاين اللي ما تحب تحضر alors كاين اللي ما تحب تحطو له c'est bon. Coucou, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a comme tu faut fait le titre trousse de maquillage pour débutantes. Donc la trousse elle est rien là. Donc je vais commencer la vidéo تاعنا. Ou حاجه واحده اخرى كما تشوفوا اني بدات لا كاليتي دونك جيسبر تعجبكم لا كاليتي هذه خير من لا كاليتي اللي فاتت ويعني اي باينه خير من لا كاليتي اللي فاتت باينه باسكو درك اني نفيلمي بمون تيليفون وكنت نفيلمي بلا كاميرا حاجه ما تدخلش في الراس تليفون خير من كاميرا مالوروزمون دونك خلينا نبداو بلا فيديو تاعنا قبل ما نبداو بالمكياج بحد ذاته دونك كاين زوج حوايج مهمين لازم ديروهم كان ما ديروش هذوما لي دو شوز اللي راح نقول لكم عليهم مشكم راح تتحصلوا على لو طون بارفي هذاك اللي تحبوه نتوما ولا لو فون دو طون بارفي ولا نو ميم تستعملي دي برودوي شير وتستعملي لو فون دو طون لو ميور فون دو طون في العالم مشك راح تتحصلي على لو طون بارفي هذاك اللي تحوسي عليه دونك الحوايج هذوما لو نيتواياج دو بو و ليدراتاسيون Donc le nettoyage de peau, je ne sais pas si tu as des tonnes et des tonnes de produits ou voilà, des produits chers pour avoir une peau propre. Tu as des produits naturels, des ingrédients naturels qui sont faits à l'idar, tu as un nettoyage rawa. Ana مش راح نحكي لكم درك على لونتواج دو بو مي لازمك او مينيموم ديري دو فوا بار سيمين ولا اون فوا بار سيمين ان غوماج لوجهك انا بيرسونالمون مش ندير في دي غوماج لي نشريهم انا ندير دي غوماج لي نديرهم في الدار لا درت اون فوا بار سيمين ندير تاع السكر والعسل لا درت شاك دو جو ولا شاك 3 جو ندير تاع القهوه وويل دو كوكو ولا تاع القهوه والعسل باسكو تاع القهوه ما يغريسيش الوجه كيما يغريسي تاع السكر Donc voilà. La deuxième des choses qui m'a gonna c'est l'hydratation. Dorka kain des crèmes, mashallah, des crèmes à petit prix, des crèmes chères. Nto ma wach yخرج عليكم nto ma wach تحبوا. لازم كون تعرفوا déjà le type de peau تاعكم واش هو من بعد كي تقدروا تخيروا لا كريم اللي ديروها نتوما ma l'essentiel l'hydratation نقطه مهمه جدا قبل le fond de teint ولا قبل المكياج تاعك. Dorka نقدروا نروحوا le maquillage. Alors نبداو بالle teint. حنا البنات كل وحده واش تحب وحده تحب لو فون دو طون تموت على فون دو طون اكرو بلو فون دو طون كاينه وحده تحب انيفي ناتوريل تحب اون بيبي كريم كاينه وحده تحب تكاشي جوست لي امبيرفيكسيون تاعها بان اونتي سيرم ولا بلقطه باي لقطه وكاينه وحده تحب ما تحب تحط حتى شي في وجهها فوالا اذا كنتي انتي اكرو بالفون دو طون وتموتي على الفون دو طون ما تقدريش تخرجي بلا فون دو طون انا جو تو كونساي ما شيري انك ديري اون باز قبل لو فون دو طون باز اللي نستعملها انا ستام برايمر دو شي لا مارك ميبيلين دونك فوالا هادي سي اون باز ايدراتونت باسكو انا عندي لا بو سيج دونك نستعمل هادية وكاين كاين pour tout type de peau, qu'il y a pour la peau grasse, pour la peau sèche, pour la peau mixte, qu'il y a plusieurs fait la base. Donc on doit montrer où je suis allée. Pour les fonds de teint, Andy a dû m'aller de fonds de teint tous les jours. Donc un petit peu comme Hadouma. Alors, je vais vous dire une chose, je vais mettre le fond de teint pour tous les jours. Juste, je vais vous faire les vidéos, on va dire une bébé crème, voilà, un fond de teint. Oh, un fond de teint, juste anti-cerne pour cacher mes imperfections et c'est tout. Hada, c'est un fond de teint hyper léger, il me donne comme un effet très naturel sur la peau, comme donc, j'ai qui m'a haka, Hada L'Oréal. Ah, l'yom, mais je n'ai pas fait. هذا سي لاكور بارفي تاع لوريال وهذا سي لانفاليبل تاع لوريال الي سوبر هذا الفون دو طون هذا سي مون فون دو طون بريفيري بور لي زوكازيون بور تو لي جور الحوايج الكل هذا نستعملو دونك الي بارفي يمدلكم واحد لو طون يمدلكم ان طون غلوي فوالا دونك هذا جو لادور لو فون دو طون البنات لي ما يحبوش لو فون دو طون او جوست يحبوا ان ايفي ناتوريل يحبوا اون بيبي كريم Donc il y a plusieurs bébé crème que j'ai rabtom ou درك عندي غير واحده donc دوك نقول لكم انا لي بيبي كريم اللي جربتهم وعجبوني donc la première bébé crème هي هديه كيما قلت لكم انا عندي لا بو سيش وهديه والمدني اذا عندكم انتم لا بو غراس هديه غير فوقكم ماشي بيبي كريم سي لا بيبي كريم تاع نو سي با لا بيبي كريم سي لا سي سي كريم تاع فارماسي ندير لكم
un effet super naturel. C'est hyper léger, une bébé crème tasse, une sucée crème tasse, donc je vous conseille barre et j'ai un khadra, le tea trees je pense. L'essentiel, c'est une sucée crème excellente. Nous allons les filles qui aiment mettre sur juste un anti-cerne sous leurs yeux ou cacher les boutons ou les imperfections un anti-cerne. Et d'ama عندكم les cernes, je précise bien, et d'ama عندكم les cernes, je vous conseille cet anti-cerne Tapiové, c'est la gamme Jdida. Dire 35,000 barques. Je trouve que c'est un prix très raisonnable par rapport à un anti-cerne qui m'a haka. Je n'ai pas de cerne ou haka m'a choufou fia d'orka en indirecto tahta aïnia. Donc, les filles, je vous conseille bien. Et d'un moment comme les cernes. Et d'un moment comme les cernes, je vous conseille pas. D'un moment comme les cernes, je suis l'anti-cerne ta Maybelline avec les J. Les gifs éponge hadaka malfouk hadaka il est parfait, il couvre super bien, super bien. بعد ما درتي لو فون دو تان تاعك لازمك تبودري لو تان تاعك. اذا عندك لا بو غراس ميم اللي عندهم لا بو ميكس ولا عندهم لا بو سيش يحبوا يبودريو بودريو مي انا بيرسونالمون عندي لا بو سيش وما بودريش لو تان تاعي باسكو يجيني ان تان كيكي ميم نستعمل ان فون دو تان ليجي مي يجيني ان تان كيكي. Donc j'utilise pas la poudre, ndirha ghir foug l'anti-cerne tari bach nfixih et puis c'est tout. Donc comme poudre libre ou la comme poudre compacte normalement aytoula parce que ana mach smihom les poudres hadou ma tkhalt ma binatom comme poudre compacte, je vous conseille bhadiya ta POV, ta la marque POV, je vous kif jaya. Hadiya normalement et de tahoussou ala teinte, c'est la teinte numéro 2. Voilà. هذه جاينا جايه في الصفوريه هكا انا نحب لي بودر اللي جايين في الصفوريه ونحب لي بودر ترانسبارونت فوالا دونك لي في جو كونساي بها هديه هديه دير 65000 وي يدير 65000 رايحين تحتاجوا aussi à part le fond de teint et la poudre راح تحتاجوا ان بلوش ولا ان برونزور انا autant que débutante ma ننصحكش ديري ان برونزور ننصحك juste un blush pour un effet bonne mine. انا عندي هذا le blush تاع adopt pour le moment mais انا je vous conseille تشريو هذوك لي blush تاع POV تاع la marque POV هذوك aussi يهبلوا يعطيكم un effet de bonne mine un effet léger هك de farajo مش هذاك le farajo القوي هذاك وعندكم vraiment le choix في لي couleurs عندكم لي couleurs كل نروحوا للليز يو نروحوا للعينين راح نوريكم دي برودوي vraiment ملاح ومش مغاليين صدقوني تشريهم مشكم راح تندموا. كاين بنات ياسر يحبوا يتراسيو حوايجهم كما انا نحب نتراسي حوايجي ما مش هم لاقطين ما مش هم مش محتم يكونوا حوايجك ملاقطين باش ديري باش تتراسي حوايجك فوالا لو برودوي هذا تاع لا مارك فوليوم دونك فوالا كيفاش يجي يجي ان ايلاينر ويجي ان كريون ا سورسيل يا البنات لو كريون ا سورسيل تاعو ولا ايلاينر تاعو هذا لو برودوي سي ان كود كور هذا c'est vraiment un coup de cœur. Donc chouchou qui fait chiji le crayon à sourcils tiaou qui fait yitrasou bih bsehoula tamma. Donc asna kanjar nqta njab lkom fi yedi. Chouchou. Chouchou qui fait hada c'est un très bon plan. Voilà. Hada les bnat idir idir 85000. Hada idir 85000. Ou chouchou men hna kifach yiji yiji un eyeliner. Les filles, هذا le produit, je vous conseille. Donc, مش كوم راح تندمو خلا انكم شريتوه. La marque Volume, un crayon à sourcils et un eyeliner en même temps, deux en un. Donc, c'est la teinte 101. La teinte تاعي انا voilà, c'est la teinte 100. Donc, je pense que c'est the best part تاع les bonnets كل. C'est le mascara. Le mascara, انا je vous conseille les filles بهذا Lash Princess تاع la marque Essence. Les normalement سمعين به partout هذا يدير 85000 تلقاوه partout normalement كاين aussi le extra لقطة تاع essence aussi c'est le rose هذا كيجي rose bonbon هذاك aussi il est extra هذا ou l'autre je valide à 100% en plus هذا يدير 85000 ou l'autre يدير 45000 فوالا حبيت نقول لكم دركا شفتوا لي برودوي اللي قاعدين نوري لكم فيهم دركا سي لي برودوي اللي مديرتهم انا باش ما تقولوش اي تكذب علينا لا لاينر اللي كنت نوري لكم فيه هاني مديرتو لو كريون اسورتي هاني مديرتو لونتي سيرن مديرتو واش الاخر لا بيبي كريم دايره لا بيبي كريم انا في وجهي واش الاخر
le mascara ما بالكمش مليح من بعيد مي سي هذا هو تاع لاش برينسس اش نوري لكم لا بروس تاعو قريبه باش تشوفوا كيف معاه شوفوا نروحوا لي باليت دونك انا فريمون دركا راح نكونسيي لكم اون سول باليت اللي تعاود لكم دي باليت ياسر اللي فيها لي كولور كول بور تو لي جور او بور فوز اوكازيون اوسي دونك سي la révolution pro تاع la marque révolution شوفوا كيفاش جايه فيها فريمون لي كولور كول اللي تحقوهم فيها الالوان الترابيه فيها لي كولور روزي فيها البايتي شوفوا البايتي قداش من بايتي عندكم دي كولور فريمون عبالكم لا باليت هذه كيفاش بيغمونتي كيفاش بيغمونتي تحيروا صدقوني وهديه الي اون بروموسيون دركا عند لو ماغازان كاتريس لي جاي مقابل لا فارماسي كاراباغلي دونك فوالا هذه البنات فريمون جو كونساي باها يعني روحوا اشريوها وعينكم غامضين قلت لكم اون بروموسيون راهي دير 260 فوالا شوف كيفاش جايه شوفوا هذا في لورمات وهذا في البايتي هسه نجيب لكم اون كولور في البايتي شوفوا شفتيو عبيكم فريمون دي كولور وواحد لا بيغمونتاسيون لا بروف اني دايره باها دونك دايره ان كولور مات فوالا اني دايره باها دونك جو كونساي ما تضيعوهاش ازربوا اي اون بروموسيون عند كاتريس ميتنو بور لي روج ا ليفر تحقوا غير دو كولور دونك شوفوا يديك كيفاش بقاو بال لي كولور تاع لا باليت دونك تحقوا فريمون دو كولور تحقوا اون كولور نيود ولا اذا كنتو نتوما تحبوا لي روج ا ليفر ياسر تقدروا ديروا دو كولور نيود وحده رايحه في وحده رايحه في لو بيج في لون ترابي فوالا وحده نيود في اون كولور روزي وتحقوا ان روج ا ليفر فرونسي كي يكون روج ولا بوردو انا فريمون جو كونساي بالروج اللي راه شويه في البوردو باسكو الروج يخرج مع لي بو كل ويخرج مع لبسه كل فوالا نعطيكم دي مارك هكا اللي تقدروا تروحوا تجربوهم ومشكم راح تندموا عليهم كاين اون مارك ا بيتي فري اللي هي لا مارك بيو في كاين لي ماتيسيمو تاعها كاين اوسي لا مارك باستيل اللي جربتها كي غير سي اون توري هادي لا مارك فريمون لي روج ا ليفر تاعها كي تحطوهم اون ديغي با دايرين شواربكم ماشي حوش خلاه و سي دي مات مالغري كو جو تروف سي ان بو شير مي بون راح تشريو دو روج ا ليفر مشكم راح تشريو دي تون لي دي تون دو روج ا ليفر انا جو كونساي بهذا ما بون لو روج ا ليفر فرونسي تاعهم عندي هذا فوالا هذا رايح هذا سي تان سي ان روج رايح في البريك سي تان بريك فوالا هذه لا كولور بريك وعندي هذا سي تان نيود مش سي تان نيود سي تان اورانج فوالا نموت على هنا لا كولور هادي في صيف شتا نديرها في لي سيزون كل كاين aussi un nude rosé اللي راح لي ما باليش سرقوه لي ما باليش نوكل ربي برك هذا واش نقول نوكل ربي كسرقوا لي لوغ على ليفر دابا اللي قلت لكم عليه جاي ان نود روزي اون ديري با دايرين في شواربكم يهبل 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 نقول لكم كاين فريمون دي مارك ودي مارك ودي مارك ودي مارك في لي روج ا ليفر دونك تقدروا انتم تشوازيو لو روج ا ليفر اللي يخرج عليكم كاين ميم دي روج ا ليفر ب 25000 تاع ايفر بيوتي يهبلوا 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 اخر حاجه اللي راح نهضر لكم عليها هي لي بينسو ولي زيبونج دونك خلي ما نقولش بيوتي بلندر باسكو بيوتي بلندر سي ان سيتو مارك فوالا لي يقولوا انا ما نعرفش تسمي اسمها بيوتي بلندر نو بيوتي بلندر سي سيتو مارك فوالا اون ايبونج لازم تكون عندكم في لا تروس تاعكم ديروا بها لا ماتيير تاعكم سواء فون دو تان ولا بيبي كريم ولا انتي سيرن نيمبورت كيل برودوي دونك فوالا هذه راح تسهل لكم خلاص جامي تيتاليو لو فون دو تان تاعكم بيديكم ولا نو هذه راح تسهل لكم خلاص باسكو انا نكره الفون دو تان كي يكون في يدي ونلعبز نو pour les pinceaux راح تحتاجوا uniquement deux pinceaux voilà راح تحتاجوا un pinceau اللي ديروا بيه الخبره un pinceau اللي ديروا بيه لا بودر بلوش واش حبيتوا نتوما راح تقدروا ديروا بيه كلش هذا تغسلوه وتزيدوا ديروا بيه اي pour le deuxième pinceau انا جو كونسيت تشريو ان سول pinceau لعينيكم autant que débutante تشريو un pinceau estompeur voilà كيفاش يجي يجي هكا معمر وصغيرون راح تابليكيو به لا ماتيير نتوما ديبيتون باش راح ديروا ان ماكياج بروفيسيونيل ولا ان ماكياج واو نو سي جوست كو راح ديروا اني في ناتورال في عينيكم دونك هذا راح تابليكيو به لا ماتيير تاعكم وراح تستومبيو به لا ماتيير بي سي تي لا فيديو تاع اليوم فضلت جيسبر تكون عجبتكم جيسبر تكون فدتكم شويه لي برودوي اللي وريتهم لكم
فريمون كي كنت مبتدئه واش نستعمل دونك جيسبر يكونوا عجبوكم و جيسبر تجربوهم وتعطوني رايكم سيغ انستغرام اللي ما عندهاش انستغرام تاعي دوك نحطو له هنا تروح وتابوني في الانستغرام تاعي وتتبعني باسكو جوي اكتيف لتمام نمد دي كونساي دونك اللي عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخلو لي ابوني كومونتير لايك وحاجه واحده اخرى ما تنساوش تخلو لي في لي كومونتير لي فيديو اللي راكم حابين تشوفوهم بروشانمون سور ما شين نلقاو في فيديو واحده اخرى باي باي.